السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم في فيديو جديده في القناه، واللي الهدف ديالي دائما هو انني نفيدكم من تجارب ديالي تستفدوا معايا. فاليوم درت واحد الجوله هكا قصيره في بيم، قلت علاش ما نشاركهاش معكم، واخا هما كيمنعونا من التصوير. كتوقع صراحه في لي سوبر مارشي كيمنعوا من التصوير، ولكن ما كنتعتقوش، ضروري خصنا نشد لكم غير مقتطفات هكا تشوفوا المنتوجات اللي رائجه والحويجات اللي كاينه في الاسواق تاخذوا فكره. اليوم بارطاجيت معكم شي حوايج هكا غير قليله، وبعض المنتوجات اللي انا كناخذها من بيم ما كنقدرش نستغنى عليها لاني مجرباها وعجباني مقتنعه بها، وكاين بعض المنتوجات انا ما كناخذش ما كنتقداش من بيم عاده، لان بعض المنتوجات اولا السلعه كيكون الثمن ديالها شويه غالي، كناخذها من الهري كيكون الثمن مناسب. ومهم داكشي اللي كاين غادي نبارطاجي معكم في هاد لا فيديو، كنتمنى تستافدوا وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. هاد لا فيديو شاهدوه حتى النهايه الا كنتم مهتمين بهذا الشيء، فراه فيه بزاف ما يتشاف وفيه بزاف ديال الافاده، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه.
المهم البنات هادو هما الطيرموسات اللي قلت لكم. ها هما، ها هو ديال الايترو، ها هو ديجا راني هذا اللي كنستخدم بزاف انا، هذا الكبير ديال الايترو ونص استخدمته مره واحده. مهم اينوكس، راهو اينوكس ما صداو ليا ما حتى شي حاجه. بالنسبه للكرتونه ديالو هي هادي، باش تاخذوا معلومات كافيه الا طحتوا في نفس الطيرموسات ما تاخذوهمش، لانهم ما تيخليوش السوائل سخونه بحال حاطه في بريق عادي. هي صراحه انا مشيت باش فاش كنت غادا ناخذهم باغا ناخذ بريق ديال القهوه ولا ديال الحليب، لقيتهم غاليين، لقيتهم تقال وديال اينوكس ما نعاودش لكم، ولكن من 180 درهم والفوق 200 درهم، فما قدرتش عليهم صراحه. بان لي هادو ب 130 درهم 2600، فقلت اجي ناخذهم نستغلهم انا عند بالي زعما راه غادي يكونوا الترموسات مزيان، سورتو انني شفت ماركه كنز، ماركه كنز يعني تخدعت فيها. المهم هادو هما المعلومات، الا لقيتو بحال هادو وخفاف باش تعرفوا عاوتاني معلومه اخرى، وانهم خفاف ما تقالش. عند اختي بحالهم ولكن عراض نفس الموديل، غير هما غاديين بالعرض، هادو اللي عندي غاديين بالطول، هما عمليا ما تياخذوش لك لاسباس في البلاطو ملي كتحطيه. ديال اختي راهم عراض ولكن تقال تقال، ولكن صراحه ما عرفت واش نفس الماركه، وصراحه كيخليو السوائل سخونه مده طويله. وخداتهم جوج، حتى هي اترو اترو ونص، خداتهم ب 200 درهم. المهم خداتهم شحال هذا، باقيين كيف ما هما تقريبا، راه خداتهم شي 3 سنين وربع سنين، هادي باقيين كيف ما هما، ما وقع لهم حتى شي حاجه. المهم هادو خدمت هذا، استخدمت هذا بزاف، وكيفاش غادي نكتشف انه ما كيسخنش؟ انا عاده ما تنخليش السوائل سخونه هكا في الترموس، ولا كنحطو هكا للضياف وصافي. كنت خرجت واحد الخريجه ودرت قهوه كحله هنايا، يعني ملي وصلت بغيت نشرب قهوه كحله خرجتها بارده بارده صافي، من تما عرفت بانه ما كيشدش السخونيه، وزعما سديت مزيان يعني كيف كيتسد هذا كيف كيتسد حتى هذا، يعني نفس الشيء، يعني حتى هذا ما تيخليش السوائل سخونه. لهذا ما تغامروش البنات، الا كنتو باغيين شي حاجه اللي تبقى تخلي لكم السوائل، الترموسات اللي يخليو لكم السوائل سخونه مده طويله، ما تغامروش. 130 درهم الا زدتو عليها واحد 60 درهم ولا 70 درهم راه غتاخذوا ترموسات زوينين ويصبروا لكم مده اطول. يعني كما كنقولوا دائما المثل اللي ما نستغناوش عليه اللي هي عند رخصو تخلي نصو، انا تشمت فادو، فما بغيتكمش حتى نتوما توقعوا في نفس الخطا. وكنتمنى اللي بغات تاخذ ترموسات ترد البال من هذه القضيه، تاخذ ترموسات يكونوا تقال، الا بغات تاخذ بالحق ديال اينوكس تاخذهم يكونوا تقال. وبالنسبه للاينوكس تاكد بانهم اينوكس وماشي ضروري الماركه البنات، والله العظيم الا ها انت ماركه كنز راه غتسمعوا ليها كلكم سامعين عليها، ولكن ها انت ما صدقوش لي الترموسات. ايوا كنتمنى تستافدوا من هذه التجربه ديالي. المهم البنات انا غندي التجربه قدامكم. بالنسبه ها انتم شوفوا الصدى، ما مصدي ما حتى شي حاجه نقي، مع العلم انني ما تنمسحوش يعني ديك الساعه، لا تنخليك تسقطر مع الماعن عادي. المهم هانتوما ما فيه لا صدى لا والو. وعلى فكره هاد الغلاقه راه كتحيد، هاد البلاصه راه كتحيد، كدوروها كتحيد وكتغسلوها. حيدها حداكم باش تشوفوا، ها هي تحيد وكتغسلوا هاد البلاصه هادي. يعني هذا جاني عملي هاد الترموس حسن من الترموسات الاخرين. وبالنسبه للبنات العيار، كيفاش كنعرف انا عفوا كيفاش كنعرف انا الاينوكس؟ دائما انا واحد لاستيوس كندي معايا، راه ديجا درتها بارطاجيتها في واحد لا فيديو، كندي معايا العيار. انا ندير معكم التجربه دابا، ويمكن نزير باش ما يبقاش المشكل ديال انتم شوفوا معايا. كندير هاد التجربه هادي، كناخذ معايا عيار. المهم هادي حكاكه ديال الثومه فيها العيار اللور، كناخذ العيار. انا عندي عيار اخر هو اللي كندي معايا دابا هذا، غير حيت الاخر ما عرفت فين تالف. انتم شوفوا معايا دابا هاد الموس راه حديد، انا غادي ندير فيه العيار. شوفوا ها هي لصقات، انتم ها هي لصقات شفتوها، يعني هذا حديد، هذه ما غاديش يلصق فيها شفتوها. الاينوكس ما كيلصقش فيه العيار شفتوها، يعني هكا كندير انا الا بغيت ناخذ صراحه الاينوكس. هذه الطريقه، هذه هي الطريقه الناجحه. مهم دابا راني غليت الحليب، غليت الحليب حداكم. دائما انا كنصفي الحليب، ها هو الحليب راه مهم.
المهم البنات، بالنسبه للفرماج اللي كنت خديت شفتوني خديت من بيم، هذاك هو الفرماج المعتمد عندي صراحه، هو هاد الموتزاريلا كتعجبني هادي، كنخلطها مع الفرماج الاحمر كنخلطهم، وكناخذ بزاف من هادي لان هادي كما كنعرفوا كتسيح كتسيح وكتعطيك حتى الكميه. المهم هذا مع هذا كنخلطهم، كناخذ جوج مثلا من هذا، وناخذ بحال دابا هاد المورسو هذا، غناخذ معاه ثلاثه ديال هادو ونحكهم نديرهم في المجمد يشدو شي شويه راسهم باش كيجيوني ساهلين يتحكوا في الجهه الرقيقه ديال الحكاكه صافي، وتنجمعهم في بلاستيكه. هادو من بين الاستعدادات اللي كندير لشهر رمضان ان شاء الله باذن الله، تنحك وتنديرهم في بلاستيكه ديال المجمد وكنجمعهم فين ما احتاجيت كنهز منهم. ومؤخرا في عوض ما ناخذ بزاف من هذا، عاد ما ناخذ بزاف من هاد الموتزاريلا حيت هادي كتقام بشي 16 درهم كنظن، شي 16 درهم هنا. المهم هذا درته بيم مؤخرا، درت فيه بروموسيون، المهم 50 درهم كيلو، صراحه زوين كيلو ب 50 درهم، خديته ما بقاش، مشيت قبيله باش نزيد منه ما بقاش. المهم كيلو ب 50 درهم زوين، بالنسبه اللي باغي الاقتصاد يعني هذا ب 50 درهم على هذه ب 16 درهم وهذه بشي 20 درهم ولا 21 درهم، يتخلطوا ثلاثه بهم راه يديو لك مده. وبالنسبه للاصوص البنات، خديت هاد لاصوص رائعه اقتصاديه، كدير غير شويه كيبان لوغو ديالها. المهم هذه درتها غير الحزه، نورمالمون انا ما تنديرش هاد المعلبه، تنخدم ديالتي راسي في الدار وكتجي زوينه حتى هي. انت الدليل هو انني جبت معايا مطيشه باش نصايب وحده، هذه خليتها غير الحزه حيت انا خدامه بعد ما ما تيكونش عندي الوقت باش نصايب لاصوص، فجبت هذه غنخليها مسدوده في الثلاجه حتى نحتاجها. المهم هذه غادي نصايب مطيشه، مطيشه عفوا، جبت مطيشه باش نصايب لاصوص وغادي نشاركها معكم ان شاء الله. فيكفي انكم تفعلوا زر الجرس، الا كنتم مشتركين فعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد، والا اول مره كتزوروا القناه تشتركوا باش ان شاء الله اي جديد حطيتو تستفدوا منه ان شاء الله باذن الله. المهم هذا الشيء اللي كاين اليوم بالنسبه للمعلومات كاع اللي نعطيكم اليوم، كنتمنى تكونوا استفدتوا منها ولو غير شويه، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.